السلام عليكم. اليوم 27/1 كتشوفوا هاد الحالة ديال هاد الممر، هاد الزنقة هادي اللي على بعد خطوات من شارع محمد الخامس، وخطوات من مقر الجماعة، وخطوات أيضا مقر العمالة سابقا. هاكو تشوفوا هاد الوضع، هاد الزنقة هادي اللي متفرعة على شارع محمد الخامس، يعني في وضع كارثي. فضلات ديال البشر، ديال المشوش، ديال القطوط، واحد الروايح ما نقول لكمش. يعني شوف مدينة الألفية كيفاش، يعني شوف الوضع اللي فيها. هانتوما كتشوفوا شارع محمد الخامس كيبان، كتشوفوا الوضع، يعني حشومة تكون زنقة بهذا الشكل هذا. احنا اليوم كما قلت 27/1/2022، شوفوا الوضع كي داير. هذا الشيء حقيقة مؤلم جدا هذا الوضع هذا. انتم كتشوفوا احنا على شارع محمد الخامس، ها منا